قبل ما نستكمل كلامنا عن كل ما يخص مباراة اليوم، نروح دلوقتي لصالة 2 باستاد القاهرة، وبتنضم لنا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، ومعاها طبعا لقاء هام مع الأستاذ هشام الفقي مدير التسويق بشركة استادات للاستثمار الرياضي. تفضلي يا هنا، سامعينك. من جديد برحب بيك يا مريم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما قلتي معي في هذه اللحظات استاذ هشام الفقي، طبعا مدير التسويق بشركه استادات للاستثمار الرياضي. بداية طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه نادي الاهلي، والحقيقه خليني ابارك لحضرتك على نجاح البطوله، مجهود كبير جدا مبذول والحقيقه باين في كل التفاصيل. الحمد لله، يعني هي بطولة فريدة من نوعها استحدثناها في شركة استادات السنة دي. احنا يمكن بدأنا ب 2004 تحت 20 سنة، معانا رومانيا والمصر ومجر، بداية جديدة لبطولات جديدة شركة استادات بتستحدثها لمجال في مجال الرياضة عموما. بدأنا بالهاند بول وان شاء الله هيبقى في رياضات تانية كتيرة، والحمد لله زي ما انت قلتي يمكن الفرق المشاركة سواء المجر او رومانيا كانوا مبسوطين جدا، كان في جزء كمان منه سياحي ان احنا كمان الفرق دي بتطلع تشوف الاهرامات تشوف المتحف المصري الجديد، فده جزء برضو مهم جدا للسياحه في مصر مع الرياضه كمان في مصر. اكيد البطوله احتاجت منكم تنظيم لوقت كبير عشان تطلع بالمنظر ده، الحقيقه بيليق باسم الرياضه المصريه، فعايزين حضرتك تكلمنا اكتر على استعداداتكم للبطوله. دي حقيقه، يمكن لما كان جه طلب من اتحاد الهاندبول باشمهندس سيف الوزيري ادانا تعليمات من احنا نشتغل بسرعه جدا، يمكن الدنيا شويه كانت مضغوطه بسبب كاس امم افريقيا، نتمنى من خلال قناه نادي الاهلي ان تبقى طبعا كاس البطوله يبقى من نصيب مصر ان شاء الله، ويمكن دي برضو جزء من البطوله دي احنا بنحاول نفهم الناس ان في كاس امم افريقيا للهاندبول زي ما موجوده لكره القدم برضو، والناس تبدا تيجي من يوم 17 يناير المفروض في استاد القاهره صلاه 1 وصلاه 2. فالباشمهندس سيف ادانا تعليمات ان احنا نبدا نشتغل على البطوله، والحمد لله يعني في وقت قصير قدرنا ان احنا نجهز الصاله زي ما انتم شايفين كده، سواء كان براندنج سواء كان استعدادات سواء كان استقبال الفرق في المطار او في الفندق، فالحمد لله قدرنا بالتيم التجاري كله ان احنا نقدر ننفذ ده في وقت قليل، والحمد لله طلع بالصوره اللي انتم شايفينها دلوقتي. حقيقة مجهود كبير جدا فعلا مبذول وده واضح. عايزين بحضرتك تقول لنا شايف ازاي ده هينعكس على الرياضه المصريه، خصوصا ان حضرتك زي ما قلت زاروا عدد من الاماكن السياحيه في مصر، وكمان البطوله الحقيقه طالعه بمنظر مشرف. والله يمكن كنت لسه بتكلم مع الكابتن طارق محروس مدير الفني منتخب مصر، وهو بيقول قد ايه ان الناس مبسوطه جدا لدرجه ان هم من كتر ما هم منبهرين بالبطوله جالهم دعوات ان هم يردوا الزياره في المجر ورومانيا، ودي حاجه تشرفنا ان احنا كمنتج مصري بنقدر نقدمه بشكل معين. على هذا الاساس بنبدا نبان ان احنا كتسويق رياضي وكاداره رياضيه وكتنفيذ بطولات رياضيه نقدر ننفذ حاجه زي كده، والحمد لله فعلا زي ما قلت لك جزء منه سياحة وجزء منه رياضة، وفي نفس الوقت كمان استعداد كويس جدا للمنتخب ده، انه المنتخب ده شارك في ألعاب الأفريقية باسم مصر وهيشارك في كأس عالم 2025، فدي استعدادات كويسة ليهم وإن شاء الله ربنا يوفقهم، وهم جيل مميز جدا وإن شاء الله أنا متوقع ليهم إن هم يبقوا جيل محترم جدا في مستقبل الكرة المصرية. يعني بشكر حضرتك جدا وببارك لحضرتك مرة تانية الحقيقة على نجاح البطولة. وإحنا مبسوطين إن قناة الأهلي موجودة معانا النهاردة وبتذيع البطولة حصرية، فبنشكركم جدا جدا وإن شاء الله تبقوا معانا بكرة في الفاينل ويبقى يوم لطيف ان شاء الله. شكرا جدا ليك. يعني طبعا ده كان لقائي مع استاذ هشام الفقي مدير التسويق بشركه استادات، اكيد لسه مستمرين معاكم مع لقاءاتنا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا لك جدا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم، ولقاء هام الحقيقة مع أستاذ هشام الفقي مدير التسويق بشركة استادات للاستثمار الرياضي، والحقيقة قال كلام مهم جدا دايما احنا كنا بنقوله سواء امبارح والنهاردة، فكرة استضافة شركة استادات لهذه البطولة الودية ومشاركة 2 من كبار طبعا المنتخبات منتخبات الشباب في أوروبا سواء المجر أو رومانيا، ده مش بس كان رياضة ولكن أيضا سياحة لأهمية أو فكرة استضافة مصر لمثل هذه البطولة، وكمان الفيدباك أو الانعكاس اللي بيروح لهذه الدول خاصة من جودة التنظيم وجودة كمان كل ما يخص هذه البطولة. شايفين الحقيقة امبارح يمكن سمعنا أو شفنا كل المشاركين في هذه البطولة بيتكلموا عن جودة هذه الاستضافة وجودة أيضا التنظيم، وده شيء مهم جدا جدا بيعكس صورة مصر وبيعكس صورة كمان الشركات الاستثمارية اللي بتدعم الرياضة المصرية في شتى المجالات الحقيقة.